بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحمل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا 13 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور، أحد أفرع المرموم بدانة الدنيا دبي. الشوط 13 وهو الشوط الخاص بالحجايج الابكار في مسافة 3 كيلومترات من الأشواط المفتوحة أيضا بتحديات وإثارة هذه الانطلاقات المتميزة. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا الانطلاق والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع المقدمة والواصلة من انطلقة ميناموسي هذا الشوط لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. ننطلق مع المركز الثاني والتحديات أيضا من الشامخة لمحمد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري. ثالث التحديات الدوحة لأحمد بن علي بن واسر اكتبي. ومع المركز الرابع أرى التسلل من الضبي لسلطان بن علي بن محمد النيادي. ننطلق مع المركز الخامس من الجانب الآخر مثيرة سالم بن مسلم بالزبناه العامري. وسادس التحديات نتابع أيضا دستور لحميد بن محمد بن حليس العفاري. ننطلق مع المركز السابع أرى التسلل النادرة من تاتي سابعا لمحمد بن سعيد بن حطم العامري. ومع المركز الثامن من الجانب الآخر أرى التحديات من الشايبة لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. وتاسع التحديات القدوم من سمحة لمبارك بن حمد بن عميره الشامسي. نتابع المركز العاشر وأرى التسلل من الهدادة بشعار سالم بن راشد بن غدير من يقود هدادة اللي تسللت في هذه اللحظات مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية المقدمة وأرى هناك الواصلة من تتواصل أيضا بالعطاء والإنجاز أيضا مع هذا الأداء المثير بهذا الشعار، شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي ممثل السمحة الدائم مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. المركز الثاني الشامخة لمحمد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري. ومع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك مثيرة تتسلل مع المركز الثالث وتنطلق أيضا بالتحديات سالم بن مسلم بالزفنة العامري. والقدوم من الظبي سلطان بن علي بن محمد النيادي من يتابع انطلاقة الظبي. والشعار بن عميرة أيضا يتسلل مع المركز الخامس مع السمحة لمبارك بن حمد بن عميرة الشامسي. من الجانب الآخر أرى هناك الدوحة لأحمد بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. والتسلل ما شاء الله تبارك الله، أرى هني مذيار لحميد بن حمد بن حميد العويسي تتسلل تنطلق أيضا تخترق الصفوف بطريقها إلى الصدارة بطريقها إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الصدارة والمقدمة، وأرى التحديات، أرى هني مذيار حميد بن حمد بن حميد العويسي. ولكن سمحة من الجانب الآخر تتسلل تنطلق بالمقدمة، ومبارك بن حمد بن عميره الشامسي من يتابع انطلاقة سمحة اللي انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة مذيار مع المركز الثاني لحميد بن حمد بن حميد العويسي. والقدوم من جواهر لأحمد بن حميد بن دويس الشامسي مع المركز الثالث. ولكن سمحة من تنطلق بناموسي هذا الشوط. تهانينا لمالك سمحة مبارك بن حمد بن عميره الشامسي. وسلوب سلام يا العين سلام، اسعدت صباحا هذه لحظات الوصول المركز الثاني. التحديات من الشامخة محمد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري. المركز الرابع مذيار مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام مذيار الحميد بن حمد بن حميد العويسي، والبقية كان الدخول جماعي. المركز الرابع اللي دخلت مشاهدينا متابعينا الكرام جواهر لأحمد بن حميد بدويس الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع التوقيت الزمني
ولحظات وصول سمحة إلى خط النهاية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها. هذه لحظات الوصول. تهانينا لمالك سمحة مبارك بن حمد بن عميرة الشمس. سلام يا العين سلام، وسعدت صباحا يا هالي زاخر أيضا مع الأداء المتميز اللي قدمته سمحة. تقطع مسافة 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 37 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهاني المبارك بن حمد بن عمير الشامسي على فوز سمحة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني أرهني أيضا التحديات من الشامخة اللي وصلت في 4 دقائق 38 ثانية 7 أجزاء من الثانية. التهاني لمحمد بن عبد الله بن علي ألف هيدا المري واللي وصلت مع المركز الرابع أو الثالث عفوا. مشاهدينا متابعينا الكرام أرهني مذيار 4 دقائق 39 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لحميد بن حمد بن حميد العويسي. تهانينا للجميع والناموس.